الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه الهادي إلى إحسانه، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأعيانه، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عاوة ميشاني وحنكب الله بدونا كتاب كالغومة عابو تعليم الآداب والسلوك للمدارس الإسلامية، وحان الشرح دونا أنيغا أوه الأستاذ أيوب حاشي علي. كتاب ك مغعي سسيداد جيدان وتعليم الآداب والسلوك للمدارس والكتاتيب القرآنية، كتاب والدفتر الأول، الكتاب الأول. وحككم من يهي انت دو جيدان آداب أخلاق توحيد أدعية، كتاب كوحا قري الأستاذ عامر أحمد ميو. كتاب كاني وحو آد مهم أغي هاي عرور تيار يركاه إني كبر باران دينة إسلامك إيا آذاب إيا دقا ونكسن. كتابك وحيابا بضان إيا مواضيع بضان أيو كلانسان دونا بإن الله الباري. موضوع أغوه ريا هدي آن أسي قدبنو سيدات أجيدان الدرس الأول وتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. وقفك يا عنو قير يا أرضيك إن لغو تربية سلامة إسلامك. معلمك كتابك وحو أدورتي موضوع أغوه ريو تحية الإسلام، وانا شيء مهم إن لغو تربية عرورتي اليريسك. وات إلهي سبحانه وتعالى أوليه وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. إلهي سبحانه وتعالى وحوري وإذا حييتم هديني لسلام فحيوا سلاما، وإذا حييتم هديني لسلام بتحية سلام فحيوا سلاما بأحسن منها متكونك سلاما أو أمر ردوها علي سلامتني لسلامي. نبي صلى الله عليه وسلم وحوليه والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على أمر على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. نبي وحوري وحن كدرتي الله أي نفتي إذا قعنتي سكجرتي جنة قلي ميسان إلا آد إلهي رميسان إلهين الرمين ميسان إلا آد إسكجعلاتان. نبي وحوري مئذين شيغا شيء هدي آد سميسان آد إسجعلانيسان. صحابته وحيد انها رسولك إلهي نبي وحوري أفشوا السلام بينكم سلامتا دحذينا فافيا رئيس السلامة ضد إسجعل ضد إسجعل أيضا قنيسا. مرك كتابك موضوع أوجه الريو وتحية الإسلام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سيد صور كادو جدا لبذا عرور أيرير كاه السلام يا ساس أيال الربائين عروس موجود تربية سلامان ضدك كواوين أي سلامان مسلمين تكهري ما تود مركي وضد الصعدان أي سلامان. وحن أوجد بين عشر كلابات قبل الذهاب إلى المدرسة في الصباح. وإنت أوسن آذن مدرسة الصباح دي صباح دي إنت أوسن مدرسة آذن وحل جربوا أرضي. أغسل وجهي بالماء والصابون. أغسل وحن دقيا وجهي وجهي أيان دقيا بالماء بيا أيان كدقيا والصابون يا صابون. أرضي وحالة ربا صباح دي مركو هردد كسو توسو إن أو وجهي سا دقو وكدقو بيو يا صابون وحا أو هلي كرو ما دام أي نظافة كمي تهي. وحالة ربا والدك إيا معلمك إن أي كتر بيايان عرورتا إن أي صباح دي مركي سوكعان
iyaga oo wasaq la aysan dugsiga aadin ama iskuulka aysan aadin wajigooda ay dhaqaan kadibna saabuun iyo biyo waxa ay heli karaan ay ku dhaqaan عشرك كوحيقة سلا موضوعي آيا صعودة قبل الذهاب إلى المدرسة في الصباح قيبتي سلا بادو حليه أنظف أسناني بالمسواك أو الفرشات أنظف وحا نذيفينيا أسناني الكهيقة آيا نذيفينيا بالمسواك عضي آيا كن نذيفينيا أو الفرشات أما براش سيدو كالي قفك مسلم كاه iyo ardayga yar waxaa laga rabaa in uu nadaafadiisa ku dadaalo cadaygana uu ahaado qayb ka mid ah noloshiisa in uu nadaafadiyo ilkihiisa waxa uu heli karo caday ama buraash uu ku nadaafidiyo waa sida laga rabo waalidka inay ku tarbiyeeyaan caruurtooda in ay cadaystaan xilliga ay iskuulka aadayaan ama ay dugsiga aadayaan mawduuca uu sii socdaa qaybtiisa saddexaad wuxuu leeyahay albasu thawban nadiifan daahiran albasu waxaan xiranayaa thawban dhar ayaan xiranayaa dharkaasoo nadiifan nadiif ah daahiran oo daahir ah jamiilan oo qurxoon sidoo kale ardayga waxaa laga rabaa xilliga uu aadayo dugsiga ama iskuulka uu aadayo waxaa laga rabaa in uu dhar nadiif ah xirto dharka uu xiranayo dhar nadiif ah inay ahaadaan dharka uu xiranayo dhar daahir ah inay ahaadaan dharka uu xiranayo dhar qurxoon oo indhaha markay qabtaan soo jiidanayo in ay ahaadaan waa muhiim ardayga in lagu tarbiyeeyo in uu dhar wanaagsan qaato dhar wanaagsan ay dadka markay arkaan ay ku farxayaan inuu qaato qaybta ugu dambeyso ee afaraad oo ka mid a darsigan labaad qabla aldahaabi ila almadrasati fi alsabax wuxuu leeyahay axmilu xaqiibatii wa adawaati almadrasiya axmilu waxaan qaadanayaa xaqiibatii boorsadayda wa adawaati almadrasiya iyo qalabkayga dugsiga alaabtayda dugsiga aan ku aado ayaan qaadanayaa sidoo kale ardayga waxaa laga rabaa xilliga uu iskuulka aadayo ama dugsiga uu aadayo qalabkii uu waxbarashada wax ku baran lahaa in uusan ka tegin sida boorsadiisii inuusan ka tegin qalinkiisii inuusan ka tegin buuggiisa inuusan ka tegin kitaabkiisa inuusan ka tegin shaabanaha iyo raabahana inuusan ka tegin sidaa ayaa loo baahan yahay inay ku tarbiyoobaan caruurteenna ilaahi subxaanahu wa tacaalaa caruurteenna ha ka dhigo kuwa tarbiyaysan kuna tarbiyooba dhaqanka wanaagsan ee islaamka cashirkeennana wuxuu ku og yahay cashirkan intaan mar kale ka kulmi doonana wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu